مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا جمال الصحة على كنار تي في صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف، واليوم حنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو سؤال يطرح الآن تقريبا أينما ذهبت: هل يمكن إزالة الكمامة بعد الحصول على لقاح الكوفيد سواء فايزر أو غيره؟ طبعا سؤال أصبح بدور في أذهان الجميع، سؤال مهم جدا، وضل وكلنا بنسأل عن هذا السؤال. الأسبوع الماضي المركز السيطرة على الأمراض المعدية والأوبئة الأمريكي طلع بعض البيانات اللي خلطت على العالم وبدأوا يفسروها كما يريدون. عشان هيك اليوم عملنا هاي الحلقة عشان نعرف شو اللي حكوا بالضبط، ومش كما نقلته بعض وكالات الأنباء ونقلوا بعض الناس. اليوم راح يكون ضيفي العزيز الصديق الأخ الأستاذ أو الدكتور أحمد الأحمد. أهلا وسهلا فيك دكتور. الله يحفظك يا رب، مشكورة دكتور أزويل على هاي الاستضافة، وإن شاء الله نفيد العالم دكتور جمال. آمين. هذا الهدف من حلقتنا اليوم، ليس الكلام فقط ولكن نعطي الناس المعلومة الصح في الوقت الصح، لأنه ما يختلط على الناس. للأسف أنت عارف يا دكتور أنه معظم الناس بوخدوا الآن المعلومات تبعتهم السوشيال ميديا من ناس، يعني أي واحد قرأ كلمة أو بقرأوا أول لا تقربوا الصلاة وبروح بتعمل فيديو على السريع. طبعا. طيب. أو دكتور جوجل. أيوة، أو دكتور جوجل. طبعا تعريفا سريع بالدكتور احمد، دكتور احمد احمد هو طبيب مزاول في مدينه اوتوا، اخصائي امراض حساسيه، عمل في عدد كبير من المستشفيات والاماكن حول العالم، منها في فلسطين، في بريطانيا، في عدد من المقاطعات الكنديه، والان هو موجود لله الحمد في مدينه اوتوا جنبنا. اهلا وسهلا فيك دكتور. الله يحفظك يا رب. دكتور، هذا السؤال اللي بنتكلم فيه، خلينا نقسم الحلقة اليوم لقسمين رئيسيين أو ثلاث أقسام. القسم الأول نتكلم شوي عن الكمامة أو الماسكس اللي بنلبسها. القسم الثاني نتكلم عن الفاكسين وشو بيختلف عن الفاكسينات الثالثة. وآخر شيء نتكلم عن ما أصدرته وكالة الأوبئة والأمراض المعدية الأمريكية. الكمامات دكتور، خلينا بدي أسمع منك. أنا جبت شوية أنواع وحكي لنا عن هاي الكمامات. هاي الكمامة دكتور، أعرف إذا شايفينها أنتو، اللي هي قماش أو نايلون أو ما بعرف بكم تسموها، هاي شايفينها، شو رأيك فيها دكتور؟ هاي يعني منظر بس اللي بدك تحطها هيك ديكور. ديكور على السيارة. هاي لا تقي ولا تسمى من جوا يعني. يعني مش عارف اللي كان في مسرحية لما قال لبسة من غير هدوم يعني. هي هي. أنا ترى يعني أنا جبت هاي لأنه للأسف في ناس لحد الآن بيعتقدوا إنه مثل هذه الكمامات قد تقيهم أو تقي غيرهم من المرض. وشوف ما في كمامة هي 0% يعني ممكن تحميك 5%، بس يعني شو حتسوي فيهم 5%؟ بالضبط. القماش اللي رقيق او اللي بيكون مخرم او اللي معمول حتى من قماش صوفي، لانه الصوف بيكون مخرم كثير،
اي شيء مثل هيك الثقوب فيه يعني تراب العين المجرده، فما بالك بالنانوميتر الفيروس، حيدخل الاف الفيروسات من كل ثقب صغير بين الخيطان تبعت لك. ماشي، صحيح. هاي حتى لو كمان بعثناها قال لك بثنيها ثلاث مش عارف شو نفس القماش هذا برضه ما بينفع يعني على أكيد. الفاضي. هاي الكمامة الطبية العادية اللي معك which is يعني good it is not the best، بس انه لو واحد ما بيختلط في مصابين او بيشتغل في مستشفى، يعني حتى للمستشفيات this is not enough. اذا انت بتختلط مع ناس اللي مصابين يعني نسبة العدوى بتكون اعلى بكثير، فهاي للانسان المواطن العادي it is still good. ممكن تعمل لك يعني 70-80% تقليل الإصابة، لكن ما بتصل طبعا للأنواع الطبية الثانية اللي ما بعرف إذا عندك منها أي نموذج ولا لا. هلا هاي ممكن تنفع اثنين، هذه ممكن تكون اللي معك ما بعرف شيء، يا الـ N95 يا إما الإندستريال. لا هاي N95 NIOCH هاي نيوتش. أوكي، لأنه في نوع مثل هاي شكله بيكون إندستريال وفي نوع اللي بيكون ميديكال. نعم. هلا الاندستريال هو معمول بالاساس للغبره وللرذائذ الغبره يعني اللي برضه بالنانوميترز. راح عندك واحده؟ راح اجيب لك اياها. كمل كمل. فتبعت الغبره بتخفف برضه من انتقال الفيروس، لانه هي العبره هنا بالحجم الفجوات اللي بين الخيطان اللي معمول منها، فاذا كان الفيروس ما بيقدر يخترقها سواء كانت معموله غبره او معموله بالضبط في الاندستريال. هاي من دولاراما هاي يا جماعه، هاي شايفينها. فهاي ممكن تساعد، لكن اكيد بتضل مش معموله ميديكال بالاساس، يعني هي معموله لبارتكلز من شيء ثاني. ال N95 كلمه 95 هي انه بيسمح للاجسام اللي حجمها بس اصغر من 95 نانومتر انها تفوت، وبالتالي اغلب الفيروسات ما بتقدر تخترقها. في ال N100 اللي يعني ما بيبيعوها لاي حد، بتكون لحالات خاصه جدا، هذه بتمنع مش 100%، ما في شيء 100% في الدنيا، لكن 99.9 في 10% مثل نتائج انتخاباتنا بالدول العربيه بتمنع تفوت ما بقدرش نحكي السياسي دكتور جمال على الفاضي، لا 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 يعني. صعب يعني في دمي هاي. ف 99.9 بالعشره هاي هي اللي بتكون الان 100. اللي مهم يعرفوه الناس، يمكن اللي وريتني اياها بالاول انا ما كانت واضحه، هل فيها صمام في امامها الان 95 او الثانيه؟ yes. ايوه، هاي في شيء مهم الناس تعرفه عن هاي الكمامه. اي كمامه بغض النظر شو نوعها او شو اسمها، N95 اندستريال طبي عادي، ما دام فيها الصمام هذه سيئه. سيئه مش لإلك، سيئه للناس. هذه بتفلتر الهواء اللي داخل وما لها علاقه باللي طالع، وبالتالي انت بتحمي نفسك بس بتضر غيرك. يعني اذا انت حامل للفيروس او مريض ولسه مش عارف اسيمتوماتيك، انت بتنقل المرض لغيرك وانت لابس هاي الكمامه، ولكن هم ما راح يعدوك. فهاي بس فلترة إن، وفيش أي نوع من أنواع الفلترة وهي طالعة. الفلتر معمول على أساس يعني يريحك أنت بسرعة تتنفس بسرعة ويريحك أنت، يعني هاي أنا بحس الإنسان اللي عنده شوية أنانية، إذا هو عارف، طبعا الناس ما بتعرف هاي المعلومة، لكن الـ الأناني بقول لك أنا بفلتر لحاله والعالم يصطفل. طبعا بالنسبة لهاي في لها فيتينج تيست، فهي مش أي والآن 95 بالضبط، هاي بالمستشفيات بتنعمل فيتينج تيست، وحسب ترتيب يعني كيف تركيبة وجهك، وبأخذ الفيتينج تيست يعني مرات نص ساعة ولا ساعة يتأكد أنها ويل سيلد، لأنه كل واحد تقاطيع العظم تبعه أو حتى الفات تيشو وات إيفر تحت العينين بطريقة مختلفة. طبعا هاي الفيتينج از نوت نيدد لواحد برضو اذا اشتراها هون في كندا للمواطن العادي. هذا لما انت رايح تعمل تخيل انتيوبيشن لمريض او تعمل له جراحه في تمه وعندك كل الرذاذ حيطلع عليك، يعني لو في بس فتحه صغيره من الجنب من هون هيك ما على الفاضي، بطلنا نحكي عن نانومتر، صرنا نحكي عن 1 ملي فاتح له وحيدخل هذا اللي بدي اياه هيك بالضبط. هذه بشوفها كثير كمان. والله تكون هيك الطالعه بالضبط. لا وفي ناس حاطين على اللحية من تحت اصلا يعني، وبيحكي هيك وداخل. المره الماضيه كان واحد هيك داخل على المترو وبيفهموا فيه انه حط الكمامه، بقول ماني لابس كمامه، بس انت يعني كانك مش لابسها. طيب الهدف الاساسي من الكمامه هل هو حمايتي من الاخرين ولا حمايه الاخرين مني؟ والله هي المفروض تكون الشغلتين، عشان هيك تبعت الصمام هاي ما بتفيد الا الشخص اللي لابسها. انت بالكمامه بتخلي الرذاذ اللي بيدخل على جسمك على المجال التنفسيه منقى من الفيروس، وفي نفس الوقت الاكسبيريوم الزفير تبعك برضه ما ينقل الفيروس لغيرك، فهي المفروض تكون بالاتجاهين. نعم.
في سؤال سريع انتشر على السوشيال ميديا دكتور، انه هاي زي ما انتم شايفين اللون الازرق وفي من جوا لون ابيض، قال اذا انت كنت مريض لازم تلبس الابيض لجوا، واذا كنت انت سليم لازم تلبس الابيض لبرا. ما في شيء زي هيك، هي مدام بتفلتر الداخل والخارج اذا ما فيش مشكله. بس الافضل انها تلبس بالطريقه اللي مكتوبه عليها، يعني اساس الفيتنج اللي بيكون على الانف من هون معمول الحديد وكله بطريقه اللي بيكون الابيض لجوا، بحيث انك انت تكون فيتنج عليك احسن. ممتاز. اذا احنا الان خلصنا من موضوع الكمامات او الكمامه زي ما بيحكوا باللغه العربيه، وعرفتوا الفرق بينها وشو الهدف منها. هذا الموضوع بدنا نرجع له بعد شوي. الان نتكلم عن اللقاحات يا دكتور. اللقاحات بشكل عام لو تفسر لنا شو معنى لقاح عشان الناس تعرف شو اللقاح. هي باختصار في عندنا الجهاز المناعي تبعنا في خلايا معينه، إشي بحارب البكتيريا، إشي بحارب الفيروسات، إشي بحارب الديدان والطفيليات اللي بتدخل على الجسم. كل واحد فيهم تخصص وشغله. الآن أنت عندك هاي الخلايا، كيف الجسم بده يعرف إنه هذا الجسم الغريب اللي دخل عليه اللي هو الفيروس الفلاني شيء ضار ولا غير ضار أصلاً؟ ففي أشياء معينة بتكون على الفيروسات، بروتينات معينة الجسم مبرمج إلها في المناعة الذاتية اللي انولد مع الإنسان، إنه هذا الشيء إذا شفته على ظهر اي كائن حي صغير اعرف انه عدو. وفي اشياء اذا بشوفها بعرف انه فريندلي، لانه لو ما عرف الاشياء انها فريندلي، مثلا اكل واحد شغله ودخلت على الامعاء هي حتدخل يبتص على الدم، فلو شاف البينت الفستق مثلا في الدم اذا اعتبره غريب هون بصير اللي هي الالرجي تخصصي، مثلا انه انت بتحارب شغله ما لازم تحاربها، هاي بتكون الالرجي الحساسيه. اذا انت حاربت خليه من خلايا جسمك نفسه لانك ما فهمت انه هذا مش غريب، فكرته او عفوا فكرته غريب وهو اصلا من جسمك، هاي اللي بسموها الامراض المناعيه الاوتو اميون ديزيزز، انك انت بتحارب نفسك. واذا ما حاربت خليه سيئه جوا جسمك اللي هي مرات كثير الجسم بتكاثر الخلايا فيه، واذا ما حاربنا هاي الخلايا اللي بتتكاثر زياده عن اللزوم هون بصير السرطان. يعني هي كلها مربوطه في النظام المناعي، اذا ما بتحارب الخليه اللي في جسمك اللي بتتكاثر بطريقه غلط هاي سرطان، بتحارب خليه طبيعيه في جسمك هون اوتو اميون ديزيز، بتحارب شغلة خارجية ما لازم تحاربها هون الحساسية، ما بتحارب الفيروس أو البكتيريا اللي لازم أنت تحاربه هون دخلنا في نقص المناعة المكتسب سواء زي الإيدز أو نقص المناعة الموروث، وبالتالي بصير عند الإنسان التهابات شديدة جدا. فالجسم مبرمج في عنده مواد معينة، أول ما يشوفها بيعرف أنه هذا الإشي غريب عليه. الآن في مواد مصنعة جديدة، في فيروسات بتتحور جديدة، مش كل بروتين الجسم من أولها بلقطها والله أنه هذا لازم أحاربه، فبلقطها مرات متأخر، يعني دخل الفيروس صار الفيروس اللي دخل تكاثر صار منه مليون نسخة، وبعديها الجهاز المناعي فطن والله هذا شكله بخرب فتعال أحاربه، بيكون فات الأوان. وهذا اللي بصير في المريض اللي بصير معاه يعني ديتيريوريشن سريع جدا في حالته وما بلحق يشفى سواء من الكوفيد ولا من أي مرض آخر. طب احنا وظيفتنا في المطعوم إن نعطيه هذا جزء من هذا الفيروس اللي يعني سبيسيفيك لهذا الفيروس، يعني انا باخذ هالبروتين، طبعا كل شركه بتختار بروتين شكل لان الفيروسات على جسمها من برا في الاف البروتينات، انت بتشوف انه البروتين اللي منهم مثلا جيد بقدر اصنع منه، وما فيش منه بروتين شبيه في الخلايا على فكره. هو اذا صنع بروتين في الفيروس اللي فيه منه شبيه عندنا حيضرب الفيروس وحيضرب جسم حالنا الحال، يعني هاي مش مزحه برضه، مش انه والله هيك عشوائي تعال اختار البروتين رقم هيك وهيك، نختار هذا البروتين وبندخله على الجسم، الجسم بتعرف عليه انه اشي غريب، حتى لو طولت يتعرف عليه خليه ياخذ اسبوع اسبوعين، اول ما يتعرف عليه انه غريب بشكل خلايا بسموها خلايا الذاكره، يعني الخلايا اللي بتحارب هذا الشيء الجسم بيعطيها ماده معينه وبيخليها تعيش فتره طويله. احنا خلايا بتتجدد مرات، بعض الخلايا بتتجدد كل ايام، في خلايا بتتجدد كل كم شهر، خلايا الذاكره ممكن تعيش سنوات، مرات ممكن تعيش معك طول عمرك انت. خلية الذاكرة وظيفتها أي مرة ثانية بتشوف هذا الشيء تعمل الكروتمنت لكل القوات العسكرية بالجسم، كل الخلايا البيضاء والخلايا بدها تحارب فورا، تعالوا هذا خطر أنا حافظه، هذا مر علي قبل مرة بس، وهيك أنت بيكون فرصة أنك تنتصر عليه وتمنعه أنه أصلا يعمل مرض، يعني قبل حتى ما تظهر الأعراض أو تكون أعراض خفيفة لأنه لسه ما تكاثر لمليون جزء مثلا، عمل بس لسه ألف وخصوص أنت ماسكه. طب فهي وظيفة المطعم. اللقاحات تحمي من كل المرض ولا بتخفف من آثار المرض؟ يعني هذه حسب نجاح اللقاح وحسب شدة المرض. هلا في أمراض بتقتلك خلال ساعات،
هاي نسبة إنه المطعوم يشتغل فيها بتكون طبعا أقل، لأنه ممكن الخلايا نفسها الذاكرة تأخذ معها 4 ساعات لحد ما تنتبه مثلا، وهو في 6 ساعات ممكن ينهي على الإنسان. في أنواع جراثيم مثلا من التهابات الصحية، بعض الأنواع بتكون شديدة جدا اللي عن جد يعني ما بلحق شيء يشتغل معها، لا الدواء بينفع ولا اللقاح بينفع. الإشي الثاني بيعتمد على مناعة الإنسان نفسه، مش كل إنسان عنده القدرة على إخراج هاي الخلايا الذاكرة بطريقة مثل الناس التانيين. في ناس من أول جرعة بينتجها، في ناس بتعطيه 3 جرعات وما بيطلع خلايا وما بنعرف ليش، ولا بنفحص برضه ليش. طبعا فينا نفحص بس ما بنفحص لأنه مكلف. فالمطاعيم مثلا نعطيها الأطفال الصغار، بيعطوا مطعوم الدفتيريا، الخانوق، التيتانوس، الكزاز، البيرتس، السعال الديكي، بعطوها على الشهرين وعلى الأربعة وعلى الستة وعلى 18 شهر وعلى الـ4 سنين، وبعديها الكزاز كل 10 سنين. ليش؟ إنه في أمراض إذا ما ضلتك تنشط هاي خلية الذاكرة تختفي وبتضمحل وبتروح. وفي أمراض مثلا زي الجدر المي، الشيكن بوكس، إذا صاب المرض نفسه الإنسان مرة واحدة بياخذ مناعة طول العمر، ما بينصاب مرة ثانية. عشان هيك الحجات كانوا لما واحد يمرض يجيب حطوا كل جنبه الناس الحارة. بالضبط، بما إنه مرض مش قاتل في أغلب الأحوال، مش غلط هاي الطريقة يعني، اللي هي هاي لأنه إذا بالضبط مناعة الشباب هاي الناس. وهاي بتجيبنا لنقطة ثانية الناس بتخلط فيها، بقول لك أنا ناتشرال وأنا طبيعي وما بدي أخذ الفاكسين، خلي الكورونا يصيب نوع مناعة طبيعية. ماشي، ما هو إذا المرض بسيط مثل الشيكن بوكس اللي هي الجدر المي، أوكي أعمل حبيب مناعة طبيعية وعاني لك أسبوع بروح. بس ممكن المرض يكون قاتل، فبيكون من الغباء اني اقول بدي مناعه طبيعيه وانت ممكن تكون من هال 10% اللي حيموتوا. يعني اوكي في 90% حتزبط معه وفي 10 لا. هلا في امراض كمان مش كلها مثل الشيكن بوكس، في امراض المرض نفسه ما بيعطي مناعه، يعني الفلو مثلا حتى لو صابك ممكن يصيبك الشتوي اللي بعديها. فيعني المرض نفسه كمان ممكن ما يخلق مناعه دائمه، والفاكسين ممكن ما يخلق مناعة دائمة. إلا الفيروسات أغلبها ما بتخلق مناعة دائمة أغلبها، ولو إن الشيكن بوكس الجدر المي فيروس بس لا. هي مثلا هو من المحترمين هيك مرة بهالعمر وخلصنا. المطاعيم الآن في ناس بياخدوا بروتين وبيحطوه في الجسم، في ناس بقول لك لا أنا عشان أعطي مناعة أقوى بدي الجسم يتعرف على الفيروس كله، فشو بروح يعمل؟ بياخذ فيروسه بموته وبيدخله على الجسم مثل ما هو. في مطاعيم اذا عملت هيك بالجسم ما بيشوفها انه لازم يشوفه حي. ففي بعض المطاعيم بتدخل الفيروس مضاعف، يعني هو تم اضعافه انهاكه. وطبعا هنا على امل انه تكون مناعتك منيحه، لانه اذا مناعته واطيه المريض واخذ على فكره الفيروس المضاعف ممكن الفيروس هذا يقتله. نعم. فما بنستعملها كثير، يعني هي مطعوم الميزلز والمامس والروبيلا الحصبه هي مطعوم مضاعف، والشيكن بوكس كمان بتدخل له فيروس مضاعف، بس ممنوع نعطيهم لواحد عنده مناعة أصلاً ضعيفة. ففي ناس فيروس مضاعف بالكامل، في ناس فيروس ميت ومندخله على الجسم، في ناس بروتين معين ومندخله على الجسم. هذول هم المعروفات أكثر شيء لحد الآن. آخر صرعة هي اللي نزلت في الكوفيد 19 فايزر وموديرنا، قال لك لا أنا بدخل مادة جينية وراثية RNA. هذه RNA لما تدخل على الخلية بتم تصنيع DNA الفيروس عن طريق الخلية الإنسانية، وبالتالي هي بتتعرف عليه جوا الخلية وبتحفظه وبصير تحارب فيه. وهاي طريقة جديدة، في ناس أكيد خايفة منها ومعهم حق، يعني ما حدافع عنها تستعمل، فما بنعرف شو الآثار الجانبية بعيدة المدى. أكثر شيء كان مخوف الناس إنه طيب دخلت هاي المادة ممكن تغير في جيناتك. نظريا مستحيل تغير في جيناتك، لأنها ما بتدخل على نواة الخلية، تدخل فقط على السائل البلازما اللي داخل الخلية، يعني هي داخل أسوار الخلية بس مش داخل النواة. فإذا ما دخلت على النواة ما حتعدل لك في أي كروموسوم يعني، ولا تعدل لك أي شيء جوا. لكن السؤال هل ممكن تصنع بروتينات مثلا بالغلط تشبه خلايا معينة عندك؟ مثلا لو صنع بروتين شبيه بخلايا الغضاريف اللي في المفاصل مثلا، بصير الجسم يحارب الفيروس ويحارب مفاصلك، بصير عندك زي الروماتيزم مثلا. هي الروماتيزم هي عبارة عن أنك أنت تحارب مفاصل حالة، أو إذا طلع خلية شبه الثايرويد الغدة الدرقية بضرب لك الدرقية. طبعا هذا كله انا مش بدي احكي للناس انه بصير، لا هذا لسه ما صار ولا في حال يعني ريبورتد مثل هيك، بس it is too soon، انه بدري كثير لسه نحكم. هل ممكن تصير؟ ممكن نظريا، بس لسه ما صارت، هاي بعد 5 سنين بنعرف. هل لقاح الكورونا بمنع نهائيا من المرض سواء بعد الجرعه الاولى او الثانيه، او هلا زي ما اعلنت فايزر انه الناس بعد سنه بدهم جرعه ثالثه كمان، هل بمنع نهائيا ولا لا؟ مستحيل اي مطعوم في الكون يمنع نهائيا اي مرض، هذا رقم واحد. يعني حتى المطاعم اللي بياخذوها الاطفال عندنا وبنكون مبسوطين طعام اولاده،
المطاعيم اغلبها بتكون بين 80 ل 90%، في بعضها 95%. اغلب المطاعيم تبعت الاطفال اللي احنا نعطيها لكل الامراض الثانيه، في على الاقل 5% اذا مش 15 في بعض الحالات من الاطفال اللي اخذوا الاربع جرعات للمطعوم، يعني زي الدفتيريا والخانوق وهي الاشياء، اخذها 2 و4 و6 و18 شهر، ولو فحصنا ما حنلاقي عنده اجسام مضاده ضد هذا المرض، بالتالي المطعوم ما اشتغل عليه. أنا برجع بحكي طب ليش ما يعملوا فحص لكل الناس؟ بصراحة فقط من ناحية مادية، من ناحية مادية أنه ما يعني حتكلف أنك تفحص مثلا عندك 40 مليون كندي، عندك حوالي تقريبا 20% أطفال، نحكي عن 8 ملايين، لو حتعمل لكل واحد بعد الأربع مطاعيم فحص دم عشان تشوف الأنتيباديز مكلفة رقم واحد. رقم اثنين، طب أوكي وعرفت أنه هو من النوع الخمسة في المية والعشرة في المية اللي ولا مطعوم بيدفع معه، طب سوك يعني شو حعمل؟ ما في شيء تعمله، بالعكس ممكن تؤدي لتمييز ضده، انه اسمع انت مش محصن منيح، اذا بصير اي وباء ممنوع تيجي على المدرسه او ممنوع تشتغل او ممنوع يعني مرات ما يكون احسن لك ما تعرفش بصراحه، لانه ضغط نفسي وتاثير عليك وعلى حياتك. ف خلاص يعني هذول هم اللي عايشين بمناعه القطيع، لانه هم ما عندهمش المناعه، بس اغلب الناس اللي اتطعموا عندهم المناعه، فبيكونوا محميين لانه نسبه انه يتعرضوا للمرض قليله. بس هذول لو سافروا على دوله مثلا ما بتطعم، او دولة منتشر فيها وباء معين في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، هذول هم اللي عرضة أكثر يتعرضوا للمرض. سؤال مهم دكتور من فاطمة، تقول أي لقاح أفضل حاليا تنصحون فيه؟ أول إحنا ما عندنا خيار، يعني أنا لما رحت أخذت مطعومي تقريبا 8-3، أنا وأنا طبيبه في السيستم وبعثوا لي الإيميل سألت، حكوا لي لما انتصل العلبة اللي بتطلع في إيدهم حيعطوك إياها، يعني أنا ما إلي خيار حتى وانا في السيستم نفسه اني اختار اي مطعوم. فبصراحه يعني ما حيفيدك الجواب، هذا رقم واحد. رقم اثنين، فايزر او موديرنا هم صح نسبيا جداد، لكن لحد الان يعني ستاتستيكالي كناحيه احصائيه هم من انجح المطاعيم في توفير الحمايه، ومن اقلهم اعراض جانبيه، وما في شيء اسمه ما في اعراض جانبيه برضه. يعني في دكاتره مرات بيغيظوني في يعني انه بيطمنوك ما تخاف ما بيعمل شيء، ما في شيء ما بيعمل شيء، ان شاء الله تايلينول اخذته ممكن يضرب لك الكبد، ممكن الادفل يضرب لك المعده ويعمل لك قرحه، يعني فما بحب برضو التطمينات انا الفارغه هاي الجوفاء انه لا كله تمام، لا مش كله تمام، في ناس حتتبهدل من المطعوم ليترالي، في ناس حتموت من المطعوم على بلاطه في كل المطاعيم حتى اللي بنعطيها لاطفالنا، يعني حتى في العياده ما حيجي يقول لك والله طبيب الاطفال على فكره ممكن يموت من المطعوم اعطيه ولا لا، هي ليترالي 1 بير مليون حيموت من المطعوم، يصير عنده شوك، يصير عنده يصير عنده شغله شوك الرجي، يضرب له شغله بالجسم. انا بعرف شخص يعني 32 سنة وتوفيت من المطعوم بعد فايزر بأقل من 12 ساعة، لكن هل هذا معناته خوف الناس ما تاخدش فايزر؟ لا طب ماشي، ما هي هاي واحدة في الدولة اللي كانت فيها 10 ملايين جرعة كانوا صاروا معطيين، واحدة من 10 ملايين يعني حظك هيك شو أعمل، بس في 9,999,000 ما ماتوا من المطعوم. ف يعني الموضوع ما ناخد دائما والله هاي ريبورتد حالة في الصين هيك، ريبورتد في اليابان هيك، ريبورتد في بريطانيا هيك، لا في أشياء بتصير طبعا له حد معين اني اتقبل السايد افكتس. يعني مثلا الان وقفوا امبارح الاسترازينيكا، بطلوا يعطوه عملوا له بوز، او هم في 11/5 عملوا له البوز. ليش عملوا له البوز؟ لانه كانت النسبه 1 من كل 100,000، واغلب المطاعيم 1 من 100,000 سايد افكت مقبوله في كل المطاعيم كاعراض مش كوفاء منيح. الان هم اكتشفوا انه لا، في بعض الدول اكتشفوا انه 1 من كل 26,000، طبعا ستيل نادره جدا، بس لما انت بتطعم دولة كاملة الواحد من 26,000 بصير يفرق. يعني اذا طعمت مليون في اوتاوا الواحد من 26,000 حوالي 40 واحد، انا بدي 40 واحد ينجلطوا في مدينة واحدة، فاضرب لسه في كندا في 40 هاي 1600 واحد حينجلط من المطعوم. طب ما الفيروس ما قتلش يعني نص العدد في اخر 6 شهور. فالفكرة كلها ما بتكونش انه الرقم كبير او صغير على الصعيد الفردي، احنا بنطلع على صعيد دولة ككل، والدول كل ما تكون حجمها اكبر بيكون الواحد مخذ الموضوع مور سيريس. فاطمة بتحكي انه شوبرز عندهم لقاح ثاني، لا شوبرز عندهم فايزر كمان للعلم، انا اتصلوا عندهم فيه. اعتقد موديرنا كمان، اعتقد عندهم موديرنا كمان. اعتقد السيتي اللي عندها موديرنا وفايزر، بس لانه موديرنا هو قليل في كندا كمان، يعني لانه ما وصلنا، بس ما هو وصلنا لحد الان هو نفس نوعية فايزر من ناحية الشغل، هو بدخل المادة الجينية، هو فايزر نفس النوعية، كلاهما سواسي يعني بالضبط، ونسبة الاعراض الجانبية لحد الان يعني قليلة في اثنين. طيب أنا سؤال سريع جدا، وفي صورة يعتقد أنك بدك تحكي عنها، اللي هي الفرق بين الإنسان اللي أخذ الفاكسين والإنسان اللي ما أخذ الفاكسين بالنسبة لهذا المرض اللي هو كوفيد.
طب يعني باختصار لو حاول شغله لو انه فيها هسه ارقام هاي ستاتستكس هيك من راسي يعني اذا حدا بده يسجلها بعدين، لما عملوا التجارب على فايزر الان اذا انت ما اخذت المطعوم لا يعني انك انت 100% حتصاب بالمرض. ما هينا في مرض شغال ولسه ما اخذنا المطاعيم، هل كل واحد انصاب بالمرض؟ فهم كيف بيعملوا؟ بتطلعوا على كم واحد من هال 1000 او ال 10000 اللي اخذوهم مجموعتين، ناس اعطوهم مطعوم فايزر وناس اعطوهم بس يعني بلاسيبو ابره هيك مغذي ما فيها شيء من الادويه، وشافوهم على مرحله معينه من الزمن، اكتشفوا انه اللي ما اخذوا المطعوم نسبه انه ينصابوا بالمرض كانت 0.74%، يعني 74 بال 10000 لو بدنا نحكيها بطريقه ثانيه، من كل 10000 واحد اللي ما اخذوا المطعوم اصيب 74، بينما في مجموعه فايزر من كل 10000 واحد 4 اصيبوا بالمرض. فانت بيطلع عليها انه انت نسبه يعني تخفيض الاصابه كانت من 74 بال 10000 ل 4 بال 10000، يعني انت نزلت 70، فهو بيقسم ال 70 على ال 74 بيطلع معاه 95% تخفيض الاصابه. فانت لما تاخذ المطعوم بالجرعتين تبعاته عندك 95% less chance انك تصاب بالمرض، مش انك انت فعليا محمي 100%، في عندك 5% chance still تصاب بالمرض بالرغم من المطعوم. ال5% مش انه فعليا برضو 5% لو بدي اعقدها اكثر، فما احنا حكينا انت مش نسبة 100% حتنصاب لو ما اخذت اي شيء. هقولك حتى لو مشيت بدون كمامة بالشارع ومشيت بين 10 مرضى معهم كوفيد انت مش نسبة 100% حتنصاب، في ناس ما حتنصاب وفي ناس حتنصابوا اسيمتوماتيك ما حيحس فيه. فهم اطلعوا حتى يشوفوا اهم شيء انه كم نسبه التنزيل، انا بنزل 95% نسبه الاصابه بالمرض. اللي اكتشفوه شيء ثاني اهم انه اطلعوا الان، هلا بحكي على الصوره اللي عندك الازرق هم شارحين عنه انه الاعراض اللي مش موجوده اصلا، بس يعني عندك الفيروس وما عندك اعراض. اللون الاخضر اذا انت عندك اعراض بسيطه، اللون الاصفر مرض شديد بس ما وصل مثلا الاي سي يو، السيفير ديزيز الاحمر هو انك توصل للعنايه المكثفه. فالناس اللي ما اخذوا مطاعيم كانت هيك النسبه عندهم من ناحيه الاصابه للمصابين، اللي ما اخذ مطعوم واصيب عنده جزء تقريبا الثلث ما بان عليه اعراض رغم انه مش مطعم يعني كانت خفيفه عليه، واكثر من الثلث بشويه المايلد، والبقيه هم اللي كانوا سيفير. طبعا السيفير اصلا هم 5 ل 10% حسب الدوله للانفاكسينيتد. الفاكسينيتد اكتشفوا انه حتى لو اصيب بالمرض هو اكثر من 80% ما حيكون عنده اعراض اصلا، وبعديها جزء بسيط حيصير عنده مرض خفيف وجزء بسيط مرض متوسط، لكن ولا واحد فيهم برضو دخل عنايه مكثفه بعد ما اخذ المطعوم. فالمطعوم بقلل نسبه الاصابه عندك ب 95% زائد فيما لو اصيب بخلي على الاغلب مرضك يا خفيف جدا يا بدون اعراض وهو الاكثر. طبعا هاي بتكون للسؤال نتذكر هاي الجملة بس بعديها لما نحكي عن الكمامات يشلحها ولا ما يشلحها، بعديها بنحكي عنها. السؤال المهم النسب هاي طبعا بعد الجرعة الثانية ولا بعد الجرعة الأولى؟ لأنه محمد هاي كلها بعد الثانية، هاي كلها بعد الثانية. محمد أخذ الجرعة الأولى بدي حملنا جميلة فيها. الآن الجرعة الأولى هو سؤال حلو، والجرعة الأولى بصراحة بيعتمد الدولة اللي عملت البحث مين؟ بيعتمد كم عدد الناس اللي عملت عليهم، لان واحد يعمل لي دراسه على 100 واحد ويقول لي بحث هذا مش يعني لا يعني شيء، مش سامبل انف اني اعمل. لكن هي تراوحت بعد الجرعه الاولى للمطاعيم كلها يعني بغض النظر مين بين 25 ل 60% نسبه الحمايه. طبعا اغلبهم بيقول لك لا هي على الاغلب 50 ل 60 مش 25، لانه برضه بيعتمد الناس اللي عملوا عليهم الدراسه كانوا فوق ال 60 ولا كل الاعمار، هل اللي عملوا عليهم الدراسة ناس أصلا في مناطق مكتظة ولا في دول بتلتزم بالتباعد، كل هذا بيأثر على نتيجة دراستك. فعشان هيك ما في جواب صح، بس إن أفرج خلينا نحكي بين 50 ل 60% الجرعة الأولى تعطيك حماية. طبعا بعد أسبوعين من الجرعة، هاي نقطة كمان مهمة، بده أسبوعين تيشتغل يعني الناس اللي أصيبوا بعد المطعوم لما كان عندهم، مش حكينا اللي أخذوا المطعوم 4 من كل 10000 ستيل أصيبوا، أغلبهم ثلثينهم أصيب في أول أسبوعين، يعني هو فعليا مش فشل للمطعوم، هو المطعوم بده اسبوعين تيشتغل. هي قلنا الخلايا تشوفه تعمل خلايا ذاكره، ويعني هاي بدها بروسس في الجسم ما بتصير في يوم وليله. اوكي، هون بتسال شخص اصيب بالكورونا هل يتوجب عليه اخذ اللقاح ومتى؟ شغلتين ما نعرفهمش، هل الكورونا مثل جذر المي اذا صابوا الواحد ما حيصيبه مره ثانيه؟ انا استبعد هيك، اعتقد حيصيبه وشفنا حالات اصابه،
ولكن بالتأكيد ما فيش مناعة دائمة منه. طب كم مدة هاي المناعة؟ 4 أشهر، 6 أشهر، سنة؟ ما بنعرف. رقم 2، شو توفر المطاعيم في الدولة اللي انت عايش فيها؟ يعني إذا دولة عندها مطاعيم كثير هيقول أي واحد تعال، حتى لو وصلت قبل أسبوعين تعال خذ المطعوم. لكن الدولة اللي عندها نقص ممكن تعمل إجراءات كتنظيم، مش لأنه الطب بيحكي هيك، إنه والله اسمع طب أنت أخذت المطعوم على الأغلب عندك مناعة في الكم من شهر اللي جايين، خلينا نطعم اللي أولى منك وبعدين نصل. فهي بدخل فيها يعني سياسة على كم عدد المطاعيم، على شو وضع الصحة تبع الإنسان. سؤال من محمد، هل هناك دلالة على طبيعة جسم الشخص في أن بعض الذين أخذوا المطعوم أصابتهم أعراض جانبية وآخرين لم تصبهم أي أعراض جانبية؟ هي بيعتمد على الجهاز المناعي تبع الإنسان. أولا ممكن بعض الناس يعني مثل طبيعة البشر، أنا بتطلع على الخلايا المناعية على فكرة مثلها مثل أي جيش أو الناس. في ناس أجريسيف بيشوف عدو بيهجم هيك عليه من أولها، في ناس شوي شوي. كل ما يكون جسمك متحفز أكثر أنه يهاجم أي شيء غريب بتكون أعراضك الجانبية أكبر. عشان هيك حتى بعض الدكاترة، هي محكياش الآن كحقيقة علمية، لكن بعض الدكاترة بيشوفوا أنه العرض الجانبي الأشد مرات بدل على أنه الجهاز المناعي أقوى عندك وتقبل الفاكسين وكون خلايا مناعية نشطة بسرعة لأنه هاجم بقوة. فمرات هاي بتكون علامة أنه أنت بالعكس أنت جهازك المناعي انبسط فيه يعني. صح ومرات مزودها بس أنه it is good، مش باد ساين. وعشان هيك كثير ناس ريبورتد انه السكند دوز عملت عندهم رد فعل اقوى من الفيرست دوز. ليش؟ لانه الجهاز المناعي تعرف عليه شوي في المره الاولى وكان جاهز اكثر للهجوم الاقوى في المره الثانيه. بس برضو ما ينفهم كلامي انه اللي ما صار عنده اعراض نهائيا، انا من الناس اللي ولا شيء صار معي بعد الفاكسين، لا وجع ولا ورم ولا حراره ولا شيء. ممكن تكون باد ساين انه ما جسمي ولا سأل ولا عمل شيء مع المطعوم، وممكن تكون ما لها علاقه يعني. عدم وجود السايد افكت الان ما ينفهم انه معناته جسمي ما تجاوب، اساس ما ياخذوا كلامي بالمعكوس. نعم. طيب السؤال الاهم اللي بوصلنا اليوم الى زبده الحلقه، هل يمكن خلع الكمامه بعد اخذ اللقاح؟ افاد مركز السيطره على الامراض والوقايه الامريكي انه يمكن للاشخاص اللي حصلوا على كافه جرعات التطعيم لكوفيد 19 انه ومع أشخاص آخرين برضو حصلوا على اللقاح خلع الكمامة، يمكنهم ترى خلع الكمامة ولا يشترط عليهم لبس الكمامة في الأماكن العامة. حكوا أول إشي بعدين قريبا حيكون في الأماكن الداخلية على كلام. أوكي. منظمة الصحة العالمية بنفس الوقت أصدرت تحذير من التقرير تبع CDC وقالت إنه في خطأ كبير قامت فيه CDC، لا يجب خلع الكمامة حتى بعد تلقي اللقاح لأنه نسبة فعالية اللقاح ليست 100% ومناعة المجتمع لم تتم إلى الآن. دكتور نسمع منك شو رأيك أنت؟ لعم. تعرف جواب لعم؟ لعم لعم باللام. اللعم هاي بتعتمد صدقا على الدولة. يعني CDC ممكن يكون محق في بعض المناطق في أمريكا، لأن أمريكا أوردي ثلث السكان أخذوا جرعتين أوردي. فدولة ثلث السكان أخذ جرعتين، دولة الاكتظاظ فيها في بعض المناطق، أكيد في مناطق مكتظة كثير أخف، مش دولة مثلا زي الهند أو أخذ مصر أو أخذ أي دولة لسه المطاعيم في بداياتها وأغلب الناس لا عندها لا مناعة قطيع ولا مناعة مريض وما فيش التزام لا بتباعد ولا بشيء، بالتالي هنا نسبة الإصابة بتكون أعلى. الآن بدي يعني على أساس ما أعطي جواب هو قاطع لأنه كل وضع مختلف، هحط لك شو الأشياء اللي بتطلع عليها بشكل عام. لو أنا كشخص ما أخذ الجرعتين شو راح أعمل بعد الجرعة الثانية؟ حشلح الكمامة ولا لا؟ الآن نتذكر أنه 95% نسبة الحماية، ففي عندك 5% لسه موجودة. الآن في ناس حيشوف 5% ولا إشي وبالتالي بشلح الكمامة، مبروك عليك. في ناس حيشوفها أنه لا والله هاي كتيرة وشو 5% يعني أمرض مرض زي هذا 5%، لا ما بدي خلينا هلابس الكمامة. فانت نفسك شو احساسك بمعنى ال 5%؟ وهي كل انسان شكل يعني. لو انا حكيت لاي واحد عبدوا ورقه لوتو 5% نسبه الربح بالجائزه الكبرى الكل بروح يعبي، شوف ال 5% رقم ضخم. ليش؟ لانه نسبه الفوز 1 في 10 مليار، ففجاه تصير 5% الكل بيهجم عليها. يعني حسب، وفي ناس تقول له 5% نسبه نجاح العمليه ما حيعملها. فبيعتمد على كيف انت شايف الموضوع، بيعتمد على الناس اللي حواليك. يعني واحد عايش مع ناس في الاسره كبار بالسن عندهم أمراض مناعية أو عندهم نقص مناعة، عندهم مرض سكري، عندهم أمراض مزمنة،
وهم مثلا لسبب ما اخذوا المطعوم، انت بالكمامه بالمطعوم عفوا محصن 95%، لكن تذكر اذا اصبت المرض حتكون اسيمتوماتيك، اللي قلت لك حنرجع لها الصوره هاي، انت حتكون على الاغلب اسيمتوماتيك، ما حيكون عندك اعراض اذا انت ماخذ المطعوم. فاذا انت اخذت المطعوم وشالح الكمامه، انت فعليا بتوزع مرض للعالم، لانه ممكن تكون مصاب وانت مش عارف، ما عندك اعراض وانت مش عارف، وانت مبسوط اوكي محمي، بس انت بتوزع. ولو لابس الكمامه برضه ام صمام هاي نفس الشيء، انت حتكون مش محتاج للحمايه اصلا، انك اوريدي مصاب وما عندكش اعراض، وفي نفس الوقت انت بتوزع فيروسات للعالم. فاذا بتوزع فيروسات لناس مثلا اولادك 18 و15 و20 واصحاء ويمكن اخذوا المطعوم زيك، ما في مشكله وشلحت الكمامه، لانه انت لما تشيلها هم 5% النسبه وانت 5%، وعلى الاغلب لو صار حيكون اسيمتوماتيك ما في مشكله. فبالتالي في هاي العيله اللي زي هيك بقول لو شلحت الكمامه في البيت او لو طالع معهم مشوار ما في مشكله، بس اذا عايش مع ناس فالنربل، ناس اللي عم عرضه لمرض، اذا ما اخذوا المطعوم. يمكن البعض يقول لك لا ما هو لو اخذ المطعوم خلاص صح، ولو اخذ المطعوم برضه يعني عندهم حمايه، لكن بضل خايف عليهم اكثر، لانه هم ال 5% يمكن هم اللي يطلع فيهم الرقم الاصفر هذا اللي فوق، لانه حيظل الاصفر موجود، مودريت ديزيز اللي هاي بتوصل المستشفى. مودريت مش معناها مودريت في البيت، مودريت رحت مستشفى وممكن تنام بالمستشفى بس ما بتحتاج الاي سي يو. حسب طبيعه شغلك برضه، طب انا بشتغل في عياده بيجوني ناس بكحوا بفكروا عندهم الرجي مثلا، طب ما هو بكي بكح من الكوفيد مش من الالرجي، انا ما في اعرف. وهاي يعني بسميها مسخرة اني اضحك على حالي واقيس له الحرارة، ليش هو مريض الكوفيد عنده حرارة 24 ساعة؟ يعني هاي كلها ما بتعني لي شيء بالنهاية. فاجاني واحد بكح بعطس مفكر حاله الرجي وطلع في الاخير كوفيد، فانا لطبيعة شغلي مثلا ما بقدر اشيل الكمامة. انا شخصيا لو اخذت 4 جرعات من فايزر ما حشيل الكمامة، الا لما نعرف انه وصلنا مناعة قطيع. كيف بنعرفها مناعة القطيع؟ لما نشوف الارقام، والله اوتاوا كان فيها مثلا 300 حالة باليوم صارت 3 حالات باليوم، بعرف انه مناعة القطيع شبه تحققت، لانه يعني شو هالحظ اللي تعبان اللي انا اخترت بهالثلاثة هدول بالصدفة هذاك اليوم او واحد منهم، والفاكسين تبعي يضرب انا 5% اللي مش حيشتغل ويكون هو اللي مش الاسيمتوماتيك اللي 90% واطلع من الاصفر. يعني هذه كلها تخلطها مع بعض اقول لك اذا هيك حظك خلاص، يعني ما فيش لها حل هاي. فحسب الوضع، فعيلتك شو وضعها، طبيعة شغلك، مثلا معلمين مدارس اذا الاولاد ما طعموا وانت معلم بالمدرسة، طب هم الاطفال ممكن يكونوا برضو اسيمتوماتيك وهم يعدوا. فمرات انت بتكون خايف من كتر العدوى اللي حواليك، اذا كثير اللي حواليك مش مطعمين خطر عليك، اذا اللي حواليك مش مطعمين وهم فالنورابل انت خطر عليك. اذا شغلك لا في هاي الخطورة ولا انت عندك امراض معدية فيها او امراض عفوا مناعية تشكل لك خطورة، اذا it is right for you. طبعا هذا كله بحكي عن اماكن مغلقة. على الاماكن العامة المفتوحة اعتقد لما يكون عندنا يعني نسبة على الاقل زي امريكا 30% تطعيم، I think you can remove the mask. طبعا الريسك مش صفر، الريسك لسه موجود، بس يعني 1% والحياة ترجع والناس تنبسط وتتهنى بالصيف، اعتقد لها كمان دور. سؤال سريع جدا ومهم جدا، مدة تأثير اللقاح اللي أتوقع أنه لسه ما حد قادر يحط 100% المدة. أخذت أنا اللقاح اليوم وأحمد أخذ اللقاح بعد 10 أشهر، فأنا ممكن أنعدي بعد شهرين لأنه مدة اللقاح سنة، صار في بيننا سنة، فهل مدة اللقاح سنة؟ كما قالت فايزر انه المفروض بعد سنه ياخذ الثيرد دوز، اما حد عارف لحد هلا؟ هو ما حد عارف، هي تخمين زيها زي الفلو، يعني هم بقيسوا على فيروس الفلو، لانه الفلو برضو من عائله الراينو ولا سواء من عائله الكورونا، عائلات الفيروس هاي بتتشابه، واحنا الفلو شط بنضطر ناخذه كل سنه. وهي من الاشياء اللي انا خايف منها على كندا بصراحه، لانه هم لسه ستراجلينج انه يدبروا لنا اللقاحات لشهر 12 الجاي، نلقح الكل جرعتين. طب ما اللي بلش في شهر واحد اللي بعده حيكون اجى دوره، اذا لسه هم مش مفكرين في هاي، ولانه ما بسمع اي سياسي بيحكي عن هذا الموضوع، الكل بيحكي كيف احنا وبالابروتش everyone by September I am sure not by September حتاخذ لديسمبر، لانه الان من وقفت استرازينيكا انت عندك كثير جرعات راحت عليك وحتضطر تعوض من فايزر وموديرنا، وهدول ما حيبعتوا لك التعويض، يعني حيصير عندنا نقص، حيصير عندنا نقص. فلهذا السبب هم ماشيين حاليا سياستهم انه طعم اكبر عدد من الناس جرعه واحده حتى نحصل هال 50 60%، ولا إن نطاع الناس جرعتين ياخذوا 95 وناس عندهم صفر.
فهي سياسة كندا، لكن للأسف إذا ما دبروا حالهم إنه في شهر واحد الجاي يكون في فعلا مطاعم نبدأ اللفة مرة تانية، ممكن نصل لإغلاقات في شهر 3 2022. إن شاء الله أطلع غلط، لكن ممكن نصلها مرة تانية، لأنه بيكون مطعوم فيدينج مش عند كل الناس، بس ما رح يفحصوا، لأنه حتفحص 40 مليون عشان تعرف مين اللي نزل الأنتيبادي عنده، أرقام خيالية مكلفة جدا. فهم لازم يكونوا مجهزين حالهم سواء في دليل علمي او ما في دليل. طبعا انت كيف حتعرف الدليل العلمي؟ للاسف بحكيها، يعني في يعني في اشياء شر بس بتكون خير لبعض الناس. الدول اللي اصلا في افريقيا ما معها فلوس اصلا تجيب مطعوم وطعموا مثلا الجزء الاول ومر عليهم سنه او سنه ونص، هون بتبلش تشوف في هذيك الدول شو بصير، فانت تتعلم من اخطاء غيرك، لانه هم unfortunate وما طلع عندهم كفاية ياخذوا مطاعيم او يعطوا مطاعيم. لكن باعتقاد الشخص ضروري السنه الجايه يكون في جرعه يعني بوستر للمطعم. في سؤال مهم من محمد، بعض او الشركات المصنعه معظمها حكت انه بين 3 أسابيع لـ4 أسابيع مش اسبوعين، فايزر 4 أسابيع، موديرنا 3 أسابيع بين الجرعتين، ولكن بعض الدول منها كندا تعطي اب تو 4 مانث بين الجرعتين. ف ايش رايك في هذا الموضوع؟ اللي ستاديز اللي يعني كونفيرمد على الافيكاسي هم اللي اعطوا خلال اسبوعين او 3 أسابيع، لانه هيك ستادي عملت وشافوا الافيكاسي. لما حسبوا لك 95% ما حسبوها على 4 شهور، حسبوها على اللي فايزر حطته على موديرنا حطته. طب ليش صرنا 4 شهور؟ لانه ما فيش مطاعيم، نضحك على بعض، لانه فيش مطاعيم، مش لانه في دراسه بتحكي الـ4 شهور كويس. هلا طلعوا هم في ثيوريز انه والله شوف اذا اعطيت جهاز المناعه فتره اطول شوي مش عاطل على فكره، ويمكن هاي حتى تزيد المناعة على الفاكسين، مش 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 مثبت. واي ثينك انه انتشر قبل ايام في بريطانيا يا. والمحرك الرئيسي انها صارت 4 شهور هو عدم وجود فاكسين، مش لانه العلم حكى لنا لازم تعمله بعد 4 شهور. نو مش هذا هو السبب. السبب الايد بصيرة، العين بصيرة والايد قصيرة، هاي السبب. زي ما بيحكوا ايش، اجاك الطيار العب بالمقصقص ولا أيوة شيء زي. طيب آخر سؤال، أنا عارف طولت عليك. التحورات، التحورات الآن سمعنا بتحورات صارت في بريطانيا وساوث أفريكا وبرازيل بالهند، والآن أخيرا وصلنا المتحور الهندي اللي هو دبل دبل، هذا جاي متوصف فيه الفاكسينز. هل هذه الفاكسينز أيضا تحمي وبالتالي احنا بنقدر نشيل الكمامه، ولا ما دام في متحور معناها لازم تضل الكمامه؟ لا، هو المشكله انه ما فيش طريقه اثبتها الا بالتجربه والخطا للاسف. يعني حنعرف خلال المده القادمه، ولكن المبدا كمبدا هو كالتالي. لما انا شرحت لك بناخذ بروتين عن الفيروس بنعرفه للجسم، اذا التحور صار في هالبروتين اللي انا نفيته اخترته، هنا المشكله. لانه على الفاضي الجسم حفظ هذا البروتين، بيجي فيروس متحور في بروتين اصلا مش موجود منه هذاك، وكانك ما طعمت نهائيا، مش انه ولا شيء حينفع. المطعوم اللي بيعتمد على فيروس ميت ممكن هذا، يعني المطاعيم ستيل تضل شغاله. ليش؟ لانه انت دخلت له مجموعه كبيره من البروتينات مش بس واحد، وبالتالي الجسم اتعرف عليهم، فحتى لو حور واحد منهم او اثنين او ثلاث من الثانيين حافظهم الجسم. هلا طب معناته ليش بنعمل احنا كل المطاعيم هيك الفيروس ميت؟ مشكله الفيروس الميت برضه لما انت عودت الجسم على عنده 1000 بروتين برا على ظهره، والجسم اتعرف عليهم كلهم، فعاليه الجهاز المناعي يتعرف على ال1000 ويكون افكتيف ضد ال1000 اقل مش اكثر، لانه انت اعطيته اشياء كثير يشتغل عليها، اللي هو مثلا المطعوم الصيني سينوفارم. المطعوم الصيني بدخل هيك فيروس يعني مثل ما هو، فهذا ممكن يكون صامد اكثر امام المتحورات، لكن بالمقابل بتضعف ايش الفاعليه تبعته. يعني اعتقد هو واقف حاليا حوالي 70%. يعني انت هنا بتصير انه اخلي 70% ومستمر، ولا اخذ واحد 95 وممكن يصير صفر بعد سنه. كلها فيش جيسنج، احنا قلت لك الايام راح تثبت لنا شو راح يصير. اهم شيء انه يعني على امل كل التحورات تصير في بروتينات هامشيه مش اللي اخترناها للمطعوم. زائد الار ان اي زي فايزر، هل هو بيصنع دي ان اي الفيروس كله مع جميع بروتيناته، ولا بروتينات معينه برضه هم شو حطوا؟ انا ما بعرف. التحور برضه ممكن يصير مسف، مش بس بروتين واحد يتغير، ممكن الفيروس يغير طريقه الانتشار تبعته للخلايا. دكتور احمد، انا سمعت تصريح من فايزر وبايونتك حكوا انه باستطاعهم زياده
أو إنتاج لقاح جديد للمتحور within 12 weeks، لأنهم عرفوا التكنولوجي. فأتوقع أنه معناه أنه مش موجود كل البروتينات. أكيد مش موجود. والشغلة الثانية أنه أنت بتشوف تحور أي بروتين وبتدخله على المطعوم، بس ما احنا رجعنا نفس المشكلة، لأن أنت لسه بتطعم في الناس. الآن حطعم للمتحور إبرة ولا الأولاني إبرة ولا الثاني خلاص وبلا الأولاني، يعني هذا بتيجي كمان. وأصلا في enough vaccines لاثنين، والناس حتفضل ضلها رايحة تأخذ مطاعيم. وإذا زادت السايد إفكت شو راح تعمل؟ يعني كلها ياتها مربوطة، يعني كلها قلت لك بدخل بوليتكس على فلوس على قدرة إنتاجية. عشان هيك الدول اللي نجحت هي اللي بتنتج مطعوم، وللأسف كندا كان عندها هاي القدرة ل 2014 وهم بإيديهم استغنوا عنها. الآن بدهم يرجعوها، بس حتى اللي بده يرجع للأسف سيء جدا، لأنه المصنع اللي هيعملوه هينتج حوالي 2 مليون جرعة بالشهر. هو كان مبسوطين عليها انه والله that's a lot this is nothing، لانه اذا احنا بنطعم 30 مليون من الـ40 بس 75% بجرعتين، هاي 60 مليون جرعة. اذا انت بتطلع 2 مليون بالشهر بدك 30 شهر تطعم كندا، 2.5 سنين. هذا مش نجاح، هذا فشل. وانا دائما بحب احكي لي انه بيصطحون السياسيين هم بتفشخروا بشغلة هي فشل. اذا بدك تصنع 2 مليون بالشهر انت فاشل، نقطة. عيب على دولة تكون في الجي 7 مثل كندا يكون هيك وضعها من ناحية المطاعم، صدقا عيب. هاي رسالتي لهم، يعني للحكومة إذا حدا بسمع. أعتقد في مشكلة بالصوت من عندك دكتور جمال. أقول إن شاء الله توصلهم هاي الرسالة ويسمعونا صح، وأتمنى أنا إنه الجميع وصلته الرسالة اليوم. بشكرك دكتور، شكر جزير على اللقاء الرائع. أنا بدي أجاوب على سؤال بفيديو عملته اليوم تيك توك، هل جوا لقاح فايزر في مواد معدنية وتشبات ولا لا؟ أنا اليوم عملت تجربة. تفضل العافية. هذا مغناطيس بدنا نشوف إذا بلزق. لزق، شوف هون. لزق هون، ما لزق. أنا مش ماخذ لا فايزر هون ولا فايزر هون. كل القصة حطيت كريم قبل ما أعمل كل فيديو وصار يلزق. يضحكوش عليكم يا جماعة اللي أخذ فايزر واللي ما أخذ فايزر. أنا ما أخذ لسه لا فايزر هون ولا هون وعم بلزق المغناطيس. فكروا بعقلكم. يعطيكم العافية وإن شاء الله نراكم في حلقات قادمة. حبينا نعطيكم هاي النكتة الصغيرة هيك، عشان فعلا انتشرت هاي الفيديوهات في الفترة الأخيرة، وفي ناس بعد ما نزلت هذا الفيديو بقول لي أنا سويتها حالي ومشت معي. فقلت له خلص، معناها حطوا لك تشيب عليك العوض منك العوض. يلا يعطيكم العافية يا جماعة، سلام.